برحب بكم جميعا. الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ومستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأخت الفاضلة السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأخ الكبير سيادة اللواء محمد الأمين رئيس صندوق تحيا مصر ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية، كل الحضور من زملائنا في قيادات الخدمات الطبية في القوات المسلحة دكتور صالح الشيخ، زملائنا من وزارة الصحة والضيوف الكرام من المجتمع المدني والقطاع الخاص، زملائي الخريجين وزملائنا طبعا من جامعة هارفارد دكتور جورج دالي عميد الكلية والدكتور ديفيد روبرتس عميد كلية طب هارفارد التعليم الخارجي، والأخ الجميل الصديق أجاي سينج مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، الحضور الكريم. خليني أبدأ بكلمة دايما بقولها، لو أنا ادوني أولوية الصحة ولا التعليم هقول التعليم، دايما بقول كده، ولو التعليم في الصحة ده يبقى يعني من أكثر الحاجات اللي ممكن تغير أوطان وتغير يعني دولة كاملة بشكل أعلى. فالتعليم الحقيقة شيء مهم جدا. البرنامج ده كان عند جامعة هارفارد حماس لأنها تعمله لسبب أنا متأكدة منه، هم قاله لي نوعية الخريجين اللي هم هيشتغلوا عليهم اللي هم خريجين الجامعات المصرية العريقة. فدايما الخريج المصري من الجامعات اللي احنا كلنا تخرجنا منها ونشرف بالتخرج منها هو العنصر اللي بيفرق في جامعة عريقة زي جامعة هارفارد توافق انها تيجي تشترك معنا ولا لا. والحقيقة كان المقابل المادي اللي معروض عليهم في بعض الدول اكتر من كده بكتير، ولكن هم فضلوا الخريج المصري لانه قالوا لما بيجي عندنا او بنتعامل مع الخريج المصري بتفرق كتير. فتحية وتحية إجلال وتقدير لكل الجامعات المصرية العريقة اللي خرجتنا كلنا والتي تعمل ليل نهار على تخريج مزيد من الطلبة والخريجين اللي هم بيفرقوا مع مصر ومع العالم جميعا. لكن الحقيقة التحدي اللي في وزارة الصحة إن ما بيكونش عند زملائنا في وزارة الصحة الفرصة للتعرض لخبرات هذه الجامعات، وما عندهمش فرص للتعليم الخارجي والبحث والبعثات الخارجية. فيمكن النوع ده من الشراكات بيقرب المسافات شوية، ولكن يبقى العنصر الحاكم هو الخريج يعني القماشة اللي بتطلع من الجامعات المصرية العريقة اللي بتفرق. يشرفني اليوم أن أتواجد بينكم ونحن نحتفل بتخريج الدفعتين الأوليين من البرنامج التدريبي على الأبحاث الإكلينيكية والبرنامج التدريبي للتدريب المدربين على أحدث طرق التعليم الطبي. خليني هنا أقول أن لما يكون عندنا أكاديمية بحث علمي ووزارة التعليم وبحث علمي والقطاع الصحي في وزارة الصحة مش جزء من البحث ده، يمكن في كثير من الفرص البحثية وإن احنا نعمل خطة بحثية مشتركة علشان تحت مظلة التعليم العالي والبحث العلمي عشان نحسن الكثير من التحديات الطبية هتفرق كتير. التعليم الطبي المهني، وأشرف بإن أنا بشتغل مع الدكتور مجدي السرفي أستاذ في جامعة القاهرة، أستاذ طب في جامعة القاهرة، هو أمين عام الزمالة المصرية. التعليم الطبي المهني مهم جدا لأن زي ما قال دكتور خالد الجامعات المصرية طبعا احنا عندنا زملائنا في كل الزماله المصريه في كل تخصصاتها يعني اتليست 50% من المجلس التعليمي من الجامعات المصريه. النوع ده من التناغم بينتج عنه كثير من الامباكت على الارض اقوى بكتير. اللي احنا عملناه النهارده مبادره الاستثمار في مقدمي الرعايه الصحيه، ده جزء من حزمه المبادرات اللي اطلقها سياده الرئيس يوم 6/7/2018، ودي استراتيجيه لاستراتيجيه النهوض بمنظومه التعليم الطبي.
طبعا يأتي احتفالنا اليوم في ظل ظرف عالمي استثنائي تعلمنا منه الكثير والكثير، ولكن يبقى أهم ما تعلمه العالم أجمع من جائحة كورونا المستجد هو أن الرعاية الصحية لابد وأن تكون قائمة على أسس ثابتة وراسخة من التعليم الطبي المستمر والبحث الإكلينيكي المتقدم. إن الاستثمار في مقدم الرعاية الصحية هو أحد أهم الركائز لتحقيق مستوى لائق من الرعاية الصحية، وهي أحد الأهداف التنمية المستدامة. احتفالنا اليوم يأتي تتويجا لجهود جبارة بذلت على مدار عامين كاملين لإتمام الاتفاق الأهم والأكبر بين وزارة الصحة وكلية الطب جامعة هارفارد، حيث انطلق المشروع في ديسمبر 2019 بدعم كبير وتوجيه من القيادة السياسية وزيارات متبادلة ونقاشات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأقول لكم صدقا أن الدافع الشخصي والمهني الذي قادني طوال تلك الرحلة كان الحلم والإصرار على تحقيق مستقبل أفضل لزملائي وأبنائي من مقدم الرعاية الصحية، فهم يستحقون تدريبا أفضل وتعليما طبيا على أعلى مستوى وتوسعا لخبراتهم العلمية والعملية. وهنا لا يفوتني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لكل زملائي وزميلاتي من العاملين بالقطاع الصحي في وزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للتخصصات الطبية الذين بذلوا جهود مدنية طوال الفترة السابقة لإتمام هذا الاتفاق والبدء في تفعيله. وأتوجه بالشكر والتقدير والإعزاز لفريق العمل بكلية طب جامعة هارفارد وعلى رأسهم السيد الدكتور عميد الكلية، حيث تقاسموا معنا الجهد وشاركونا في كل خطوات الاتفاق والتنفيذ والمتابعة. السيدات والسادة، أننا نحتفل اليوم بتخريج 400 من مقدمي الخدمة الطبية المؤهلين وفقا لأحدث طرق الأبحاث الإكلينيكية وأعلى مستوى التعليم الطبي، ولكن دعوني أقول لكم أن تلك فقط هي نقطة البداية، حيث يستهدف مشروعنا على مدار 4 سنوات تدريب 6400 من مقدمي الخدمة الطبية مقسمين على 12 دفعة لبرنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية و12 دفعة لبرنامج تدريب المدربين على طرق التعليم الطبي المهني. كان في الأول بنتكلم على دفعة 200، دلوقتي بنتكلم على دفعة 300، في دفعتين هيتخرجوا الشهر الجاي، 600 هيتخرجوا في التعليم الطبي والبحث العلمي، بالإضافة ل 60 فرصة ماستر في جامعة هارفارد في السيرفيس اوبريشن والسيرفيس دليفري والكواليتي امبيشن سيفتي والميديكال اديوكيشن كلينيكال ريسيرش، 15 ثانوي لمدة 4 سنوات، اول 15 التحقوا في شهر يونيو السابق واتموا الاول سمستر. طبعا البرنامج سواء كل انواع هذه البرامج هي هايبرد ما بين سيشنز بتيجي هارفارد تديها هنا وبين اونلاين وكابستون بروجكت، ولكن طبعا نظرا لجائحه كورونا السنه دي كانت البدايه بسيشنز جامعه هارفارد فعلا ادتها، ولكن الباقي كان عن طريق الاونلاين سيشنز. انا يعني مش عايزه اطيل عليكم، لكن هقول ان التنسيق اللي ما بين جهات الدوله سواء كان في وزاره التربيه والتعليم، ويعني هنا بقول ان الدكتور طارق شوقي كان من المتحمسين جدا لكل اللي احنا يعني قعدنا معاه في من سنتين او سنه ونص وقلنا له عايزين نعمل منصه التعليم الطبي المهني عن طريق بنك المعرفه، والحقيقه دخلنا مجلس الوزراء وخدنا الموافقه، ثم خدنا موافقه مجلس الوزراء على اتاحه الانسيجن اكاديمي والسيفير وكل المحتويات العلميه ديت على المنصه، فبشكره شكرا جزيلا. وكمان بشكر دكتور خالد عبد الغفار، لان التنسيق ما بين وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره الصحه في اداره جائحه كورونا كان من اكثر الحاجات الملهمه لينا واللي اثرت واللي خلت مصر مختلفه، هي هذا النوع من التنسيق الكبير جدا بين مقدمي الرعايه الصحيه في جمهوريه مصر العربيه. واحنا عندنا اللجنه العلميه بقياده الاستاذ دكتور حسام حسني استاذ الامراض الصدريه في جامعه القاهره، واللي حتى أول بروتوكول علمي لجائحة الكورونا، وما زال يقود الفريق العلمي المكون من وزارة الصحة والتعليم العالي والقوات المسلحة. طبعا يهمني جدا أشكر زملائنا من القوات المسلحة سيادة اللواء مجدي أمين وسيادة اللواء ياسر وسيادة اللواء خالد شكري عميد كلية طب
الجيش على التنسيق الكبير جدا واتاحتهم لمستشفيات الجامعات القوات المسلحه في التدريب في الزماله المصريه، والحقيقه ده نوع من التنسيق العالي جدا المستمر، وكذلك في جائحه كورونا. ويعني ما انساش هنا ان انا اشكر الـ 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 الأب الكبير للتعليم الطبي في مصر ووزير الصحة الأسبق الأستاذ دكتور محمد عوض تاج الدين على كل اللي عمله معنا، وما زال بعطائه المستمر. ودايما كنت أقول أول ما وزير صحة بيحلف اليمين، أول ما بيخش مكتبه بيلاقي الدكتور محمد عوض تاج الدين منتظره عشان يقول له أنا هساعدك. فالحقيقة ده أنا شفتها بعينيا، فبشكرك على عطائك الممتد يا دكتور. هنا بس قبل ما اختم كلمتي احب اشكر زملائي من وزاره الصحه على كل المجهود اللي قاموا بيه، سواء كان في اداره جائحه كورونا او اداره ملفات الصحه، واشكر زملائي اللي اداروا ملف التعليم الطبي مع جامعه هارفارد بكل احتراف. واشكر جامعه هارفارد على اتاحتها النوع ده من التعليم لينا بكل قوه وباصرار على العمل. يعني ما انساش ان انا اشكر مؤسسات او منظمات الامم المتحده وعلى راسها منظمه الصحه العالميه والسيده الدكتوره نعيمه القصير مشرفانا على عطائهم المستمر لينا، وهم كانوا من اوائل الناس اللي دعموا التعليم الطبي وتغيير التعليم الطبي، وكانوا من الشركاء اللي كانوا في اول مجموعه عمل او مجموعه اطباء طبيب اسره سافروا انجلترا علشان التامين الصحي الجديد في بورسعيد. فبشكر منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الأممية، بشكر كل طبيب وكل في مصر وكل ممرضة وكل العاملين في القطاع الطبي في مصر، سواء كان عاملين في وزارة الصحة أو الجامعات المصرية أو القوات المسلحة أو القطاع الخاص، وبشكر زملائنا من القطاع الخاص، لأن الحقيقة التلاحم ده والتنسيق ده هو اللي فرق كبير جدا بين مصر وبين معظم الدول في العالم لإدارة الجائحة بفضل سواعدكم وإصراركم وتجردكم. بتذكر زملائنا اللي رحلوا عنا، وأعتقد أن 2020 بكل تحدياتها ستبقى فيها علامات مضيئة، هي علامات تحول الانطباع الذهني عند المواطن عن المنظومة الصحية، وتحول حتى الانطباع للمقدم الرعاية الصحية عن قيمتهم. فالحقيقة فرقت كتير، وسيذكر التاريخ العاملين في القطاع الطبي سواء في وزارة الصحة أو الجامعات المصرية أو القطاع الخاص بحروف من نور، لأنهم قدموا ملحمة كبيرة في 2020. بشكر كل زملائنا وكل الحضور، ويعني إن شاء الله نلتقي في مزيد من العطاء ومزيد من الإصرار على التعليم والبحث العلمي، اللي هما الاثنين من غيرهم ما فيش أي منظومة رعاية صحية ممكن تستديم. أشكركم جميعاً.